تتبعه وتقييم ما تحقق على أرض الواقع ضمن رؤية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو الغاية التي أريد من خلالها عقد هذه الجلسة التي تمنى المتدخلون بها ورش المبادرة الذي قطع مجموعة من المراحل المهمة ومكن من خلق دينامية على مستوى انخراط وتعبئة جميع فعاليات المجتمع المغربي وفق أسس ومنهجية فريدة لتدبير الشأن المحلي تعتمد الديمقراطية التشاركية أسلوبا للتخطيط والتنفيذ واللامركزية منهجا للتدبير. المبادرة أولت اهتماما من نوع خاص لجانب التكوين الرامي لتعديد القدرات ومواكبة حاملي المشاريع في الوسطين القروي والحضري، كما اتخذت من النهوض بالفئات المعوزة والإسهام في تأهيل المناطق الأكثر هشاشة شعارا رئيسا للاستراتيجية للشغال من خلال تجديد وتحسين فلسفتها التدبيرية وتنويع مجالات تدخلها من أجل أن يكون للتنمية أثر مباشر على المعيش اليومي للمواطنين. ثلاثة ديال المحاور اللي حنا خرجنا بها واللي هي جد مهمة وهي أولا الحكمة، كيفاش يمكن لهذه الحكمة تطور، كيفاش كمن الحكمة تكون لصالح المستفيدين، لصالح الناس اللي هما تيعيشوا في واحد الوضعيات فقر أو لا وضعية صعبة. كذلك الخلاصة الثانية وهي المشاركة، بحيث أن ما يمكنش يدار مشروع اللي يقرروا مقررين بلا ما يكون واحد تواصل مع المستفيدين، بلا ما المستفيدين يعبروا عن المشاريع ديالهم، على الأولويات كذلك ديالهم، وأشنا هي البرامج اللي بغاو باش يكون لصالح ديالهم. فهذا مهم بحيث أن الساكنة بغات تكون مسؤولة على المستقبل ديالها، بغات تكون مسؤولة على ما يجري في المناخ ديالها. كذلك الخلاصة الثالثة اللي يمكن نهضروا عليها وهي الأنشطة المديرة للدخل اللي لابد ما تتعطي الحامل هذا المشروع واحد المدخول قار، وحتى نقولوا عندنا مدخول قار فهو عندنا واحد الكرامة الإنسان. إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد في الواقع تعبيرا عن حاجيات واضحة للساكنة المستهدفة ولا تخضع لمعايير الأولوية فيما يتعلق بالزمن المخصص أو القطاع. هذا اللقاء حاولنا معالجة تبادل التجارب في مجالات متعددة تخص التشخيص التشاركي والولوج إلى البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية والإدمان الاجتماعي وكذا التتبع والتقييم. إذا انطلاقا من تجارب 10 دول في هذه الميادين حاولنا مقاربة مجموعة من المشاكل التي تعتري هذه الجوانب. أعتبر أن المشاريع والخطوات التي تم القيام بها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي خطوات ملموسة وعملية وذات وقع إيجابي ساهمت في تقليص الإقصاء الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالصناعة التقليدية، وهذا معطى جد مهم سيعرف استمراره. هي إنجازات ملموسة تحققت منذ إطلاق المبادرة تعكس النجاح الكبير لهذا المشروع التنموي الشمولي الذي ساهم في تقليص التفاوتات الاجتماعية فضلا عن إشراكه الانخراط الفاعل ضمن حركة تتوخى تحقيق رفاه المواطنين.